وفاة الفريق أحمد قايد صالح منذ قليل، وسبب وفاته وحزن كبير من الجزائريين. أفادت وكالة الأنباء الجزائرية على تويتر اليوم الاثنين بوفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بنوبة قلبية عن عمر يناهز 80 عاما. وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية. وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اللواء سعيد قائد القوات البرية بقيادة أركان الجيش بالنيابة. وولد الفريق قايد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق وهو في السن 17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي. وبعد استقلال الجزائر عام 1962 انخرط الفريق قايد صالح في صفوف الجيش، وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريال السوفيتية، وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994، وارتقى إلى رتبة لواء بتاريخ 5 يوليو عام 1993. وفي عام 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية. وفي عام 2004 تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الجزائرية، وتقلد رتبة فريق في 5 يوليو عام 2006. ومنذ 11 سبتمبر عام 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. وتوفي صباح اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش الفريق بعد يومين من تكريمه في حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون. وأهداه الرئيس الجديد وسام الاستحقاق تقديرا لجهوده في ثورة التحرير المباركة ومساهمته في تحديث الجيش الوطني ولعمله في صون سيادة الجزائر وتأمين وحماية الدولة ومؤسساته.